السلام عليكم، اهلا بيكم في فرندا. انا سونيا حلفاوي، لو اول مره تشوفوني اشتركوا في القناه عشان تشوفوا كل فيديوهاتي اللي جايه. النهارده هنعمل مع بعض اصابع البطاطا الحلوه بالتوابل، وصفه جديده لذيذه جدا. اتعودنا ان احنا دايما بناكل البطاطا مسكره بالكراميلا او مشويه او مسلوقه او بالجيلي. النهارده قررت اعملها بالتوابل. محبين السويت اند ساور هتعجبهم جدا الطريقه دي. هسيب لكم كل المقادير في صندوق الوصف كالعاده. يلا بينا نبدا. بسم الله. هنحتاج كميه من البطاطا، هنغسلها كويس ونقشرها، هنقطعها صوابع رفيعة. دلوقتي بقى نبدأ نجهز التتبيلة. في بولة هنبدأ نضيف معلقة بصل بودر، معلقة ثوم بودر، معلقة بابريكا، معلقة فلفل اسود، معلقة ملح، معلقتين زعتر مجفف. نقلبهم كويس مع بعض. هنضيف كمية من الزيت حسب كمية البطاطا اللي احنا عاملينها. نقلبهم كويس مع بعض. نبدأ نضيف صوابع البطاطا اللي احنا قطعناها ونحطها في التتبيلة. نقلبهم كويس جدا عشان كل البطاطا تتبل من كل ناحية. نبدأ نرصهم على صينية مفروش عليها ورقة زبدة، نرصهم عليها وندخلهم فرن سخن على درجة حرارة 200 لحد ما تتشوي البطاطا. هتطلع بالشكل الجميل قوي اللي احنا شايفينه ده، ونبدأ نرصها في طبق التقديم. ممكن نرش عليها شوية من البقدونس ونبدأ نقدم معاها أي صوص نحبه، ممكن كاتشب، كاتشب حار أو مايونيز، صوص تراتار الموجود. طعمها مختلف جدا وجميلة جدا، من أحلى المقبلات اللي ممكن نعملها. بكده نكون خلصنا وصفة أصابع البطاطا الحلوة المتبلة بتاعت النهار. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تقولولي رأيكم في الكومنتات، سيبوا لايك على الفيديو، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم.